فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب أو تفسير الطبري والبغوي؟ فأنا أقرأ فيهما جزاكم الله خيرا، وبماذا ترشدونني في تفسير المأمونة؟ نعم، تفسير الإمام الطبري رحمه الله هو أم التفاسير، والتفاسير ترجع إليه في الغالب، وهو تفسير موثوق وملم بوجوه التفسير ومرجع عظيم، ولكن لا يتسنى للمبتدئ أن يقرأ فيه، إنما طالب العلم المتمكن هو الذي يستفيد منه إذا قرأه. تفسير البغوي تفسير جيد ومختصر، وهو أنسب للمبتدي وقليل العلم، أنسب له البغوي. وأنسب من ذلك تفسير عصري للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهو تفسير جيد وسهل، بإمكان المبتدي يرجع إليه. أما طالب العلم المتمكن فيرجع إلى أمهات التفسير، كتفسير الإمام ابن جرير. نعم. وتفسير ابن كثير يا شيخ؟ تفسير ابن كثير متوسط بين المطول وبين المختصر، وهو تفسير جيد لا يقل أهمية عن تفسير ابن جرير. نعم.